كان الناس يصبروا وياكلوا الربيع. دابا الا جبتي للربيع بوحدي يسمى كيوكل شي الخبز. كيوكل شي الخبز. كتعرف غير البوطه خوات الشكاره الثاني خوات ما عجبكش الحال طلقنا. راه الراجل والمراه ربي كتبهم بعضياتهم، راه ما تتعرفش انت شنو ارزاق رزقك هذاك. مادام عطاه لك الله حافظ عليه، ومادام انت عطاه لك الله هذاك السيد حافظي عليه. انا هادشي اللي تنعرف. ما تكذبش عليهم. تكون صريح. تكون صريح معاهم. تكون صريح معاهم عاد تعيش الحياه ديالك دائما مرتاح. وتوكل على الله. يتوكل على الله ويجيب باباه ويماه ويجيب جوج من الحاجه ويجيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عمي الحاج عنسقسك، مؤخرا رجعت النسبه ديال الطلاق بزاف، الناس بداو كيطلقوا بزاف، شنو السبب في الراي ديالك؟ المعقول ما كاينش. تاخير الزمن. هذا تاخير الزمن. الزمن ديالكم كيفاش كان؟ الزمن ديالنا الا جوج عايب يطلق. ما كاينش الطلاق. يعني واخا ما كتكونش مفاهمه ما يكونش الطلاق ولا كيفاش؟ لا يفهموا، الناس ديال قبل كيفهموا. اللي ما يفهموش علاش شنو السبب اللي ما كيخليهمش يتفاهموا؟ المعقول ما كاينش. تبعوا الفلوس الدرهم. يعني واش بناتو الدراري ولا عيب بنات؟ كلشي لا بحال بحال. يعني دابا الراجل خصو مرا مدبره ومرا خصها الراجل مدبر. وملي يكون من الله حتى شي حاجه من شي حاجه. قبل كانوا الناس يصبروا وياكلوا الربيع وصبارين على اولادهم والمعقول والنسويه مزيانه. اللي ما كاينش المعقول تبعوا غير الدرهم. قبل المراه باباه لا يمشي عند باباها ويخطبوها، هي ما تعرف الرجل هو ما يعرفها. وهذاك ربك جعل البركه. هذا واحد رب البركه. وعملوا الدراري وعملوا ولادهم وعملوا الرزياق ما خص حتى شي خير والمعقول. البركه كانت. البركه اه. لان الزواج خصو النيه. والنيه ما بقاتش. الا في ديك الناس الكبابرين شي حاجه، باقي الناس ماشي ما باقي شي مره. باقي شي بركه ولكن قليله. باقى البركه الخير ديال الله ولكن قليله. شحال هذه المرا كتعيش هي والراجل عيف في الحصيره والزريبيه وكذا والحمد لله. أكل ياكلوا الربيع. الربيع كياكلوه. شكون اللي كياكل الربيع؟ هو ولا المرا ديالو اللي ياكلوا الربيع. يمشوا من برا ويجمعوا الربيع وياكلوه. وتحكانين ومفرجين ومضخمين مع راسهم. دابا الا جبتي للربيع. الا جبتي للربيع دابا. شوف دابا البنت ما تعرف تعدل الخبز، ما تعرف تعدل الطعام، ما تعرف تعمل حتى شي حاجه، لا تعرف غادي تشري البويه وتاكل بالواقف. شكرا بارك الله يديم خلق. اللهم امين. ايوا صافي. ادعي معايا بشي زوجه صالحه. الله يرضى عليك بالرضا ديما وخذ بالك. اللهم امين شكرا. الله يشوفكم التيسير. الله يرحم والديك. الله يرزقكم في القبول. الله يرحم والديك شكرا. وساعة نشوفوه في التلفزيون في العشيه. من البدايه خاص تكون المفاهمه بين الرجل والمراه، خاص تكون الثقه. خاص اش غادي نقول لك، الواحد ما يمشيش على الكذوب. الى المراه تقول للراجل شنو اللي عندها كل شيء، مش قضيه الاسرار ديالها ولا شنو دوزات ولا شنو غدوز ولا شنو، فهمتي؟ غي شنو هي، واش هذاك الشيء اللي غيقول ليها مرتاح؟ واش ما يمشوش هما شنو تيمشوا للظهيره كيمشوا لها. بنادم كيبني الاساس ديالو على الحب، تيشوفوا الحب وكينساو الحاله ديالنا اللي غنعيشوها مدى الحياه، غنبنيو بها اولاد، غنبنيو بها دار. الحب بوحديته ما كافيش. الحب بوحديته راه ما كافيش. ما كيبقاش هذاك بحال دابا كما كنقولوا الراجل والمراه كيقيلوا خارجين داخلين، هذا كيقول لها دابا ما غاديش تخرجي مثلا، غتجلسي غطيبي غتقابلي الدار الناس جايين، هي لا انا علاش كنتي كدير ليا، علاش ما بقيتي كدير، فهمتي؟ تيولي كتكون عايشه واحد العيشه من بعد هذاك. هذاك راه وهم، هذاك راه ما حتى شي وحده، حتى شي وحده على وجه الارض ما غادي تبقى ديما اميره كما شافها النهار الاول. هذيك راهي في عينيه هو، هي كيبغيها وكتبغيه، ولكن راه باش يبقى فيما خارج خصو يديها معاه، اولا مشى مخرج ما داهاش تقلب عليه، لا كيمشي لهنا، لا واقيلا شاف شي حد احسن مني، ولا هو مادام خداك وجابك للدار الا راه باغيك. راه الراجل والمراه ربي كتبهم بعضياتهم، راه ما تتعرفش انت شنو ارزاق رزقك هذاك. مادام عطاه لك الله حافظ عليه، ومادام انت عطاه لك الله هذاك السيد حافظي عليه. انا هادشي اللي تنعرف. الرأي ديالي شنقول لك، كاين اللي كيطلق على ود دمو، وكاين اللي كيكون ما موقدش بحوايج اخرين، ماشي بالدار ولا حوايج اخرين، انت راك فاهمني دابا، العالم غيفهم. الطلاق هو فهمتيني هي المحكمة دابا الأغلبية كلشي عامرة بالطلاق، يوميا كتسمع 10 كيطلقوا. الرجال كيسمعوا الأمهات ديالهم بزاف، إلا قالت لي هذه راه ما بغيتهاش كينوض يطلقها. وكاين عندنا هادشي في العائله وعشناه، واخا المراه ما دايره لا بيديها لا برجليها وكيتسبعها،
اها وناض وطلقها وصدقت السيده حامله وصدقت ديك البنيته ضايعه فهمتي. يعني خصو يجوج ما خصوش يدخل الوالدين ديالو. الوالدين ديالو كاين اللي كتحكم فيه الوالده ديالو بزاف، وكاين العكس، كاينه الام عاوتاني اللي في بنتها كتحرض راجلها، كتحرض بنتها على راجلها، وكيوقعوا مشاكل تيصدقوا في الطلاق، هذا الشيء اللي كاين. هي العائلات حتى هما ملي كيتلاقاو، انايا كنقول واحد الحاجه، ان العائلات ملي كيتلاقاو العائلات الزوج والعائلات الزوجه خصهم بجوجهم يحترموا راسهم ويعرفوا ان هذوك الوليدات اللي زوجهم بعضياتهم يتمنوا لهم الخير اكثر من اللي عندهم هما، فهمتي؟ باش ديما يشوفوهم ويشوفوا وليداتهم ويشوفوهم فرحانين. علاش انايا انا عطيت بنتي او عطيت ولدي لهذاك السيد او لديك السيده نبقى انا ندير بزاف ديال العوامين بزاف ديال الحوايج، ديري له ولا دير ليها ولا دير له ولا كنحرض ونوض نقاشات ونوض مشاكل باش نفرقهم. علاش نعاون ولدي ولا نعاون بنتي؟ واخا هذاك ولد الناس، علاش انا نبقى نقول هذاك ولد الناس او نقولها؟ فهمتي هادشي ملي كيولي المشاكل كتجي شي اش نقول لك شي حاجه بسيطه كيخسروا بها كل شيء. كنظن انا السبب هو النضج ديال العقليه ديال الشباب حاليا. كمعظم الطلاق الشباب ديال اليوم كيتزوجوا على سن صغيره، وكيكون هذاك بحال اللي غنقولوا هذاك العقل الفكري ديالهم باقي ما نضجش، وكيكونوا باقي طايشين وباقي في سن المراهقه. وهذه كيجيب زوجتي نعم ولا باقي؟ انا مجوج وعندي جوج الاطفال وعندي حتى دابا تقريبا دابا تقريبا عندي واحد 22 عام ديال الزواج. تبارك الله. الحمد لله عندي واحد الجوجه صالحه وجوجه. شوف المراه هي كل شيء، الا جبرتي جبرتي مثلا السند وواحد الركيزه كتوكي عليها دائما عاد يكون عندك واحد الجواز. ملي كتجبر واحد طالع واحد كيهبط وهذه ويا ويا ماشيه، فهمتي؟ يعني ضروري واحد واحد مثلا واحد يسيس واحد. هي شوف هي سنه الحياه هي هذه، ماشي دائما عتكون مزيان، ماشي دائما عتكون عيان، واحد شويه واحد نهار هيدا واحد نهار هيدا. الانسان ملي كيكون طالع واحد كيهبط، باش كتبقى دائما العلاقه مستمره. يعني مشاكل ضروري منه، مشاكل زوجيه ضروري ضروري مشاكل، ولكن اللي كيعرف يفكها. فهمتي بحال اللي قلتي النضج، يعني بنادم خصو يكون كبير ناضج يكبر عقله، فهمتي؟ ما يتسرعش في القرارات ديالو، ما يحكمش على واحد الحاجه اللي ما شافهاش، فهمتي؟ وما يعملش بكلام ديال الناس مثلا. يعني انا من المشاكل اللي رجعوا كيوقع دابا كيجي مثلا كيوسوسنا الراجل على مراته ولا المراه على راجلها. راجلها هذه يعني كيقول لك اللي يعمل بكلام ديال الناس ما يجبر فين يعمل ديالو، فهمتي؟ هذا هو الاساس. ولكن اللي كتكون العلاقه متينه ولا على الصح وما كاينش، اول حاجه هي الزوجه ديالك على الاولاد ديالك، ما تكذبش عليهم، تكون صريح معاهم عتعيش الحياه ديالك دائما مرتاح، حتى هما عيبادروك نفس المعامله. كتب واحد يسمى كيوكلش الخبز، كيوكلش الخبز. كتجبر دابا مثلا السيده ما عمرك شتيها ما عمرك شافتك، توكلتي على الله تزوجتي بها، عشتي معاه واحد مدة، قرات لك الافكار ديالك، تناقرتي الافكار ديالك، الحب كيتولد على هذا، يعني على الصح على الصح. اما ما تبقى ماشي معاها قطع الصباط ديالو وهي تقطع الصباط ديالها، راه ما بعض المرات يقدر يصدق لك بعض المرات ما يصدق لك. يعني صافي توكل على الله يمشي خطا. اي توكل على الله ويسر امر الله سبحانه وتعالى ويتوكل على الله. الانسان اللي مثلا بواحد الحاجه مبنيه على الصح دائما عمرها ما تهدم. بزاف الاسباب، عدم الاهتمام، وما كاينش الطاعه، ما كيسمعوش، ما تسمعلكش الهضره ديالك، ما تجبرش المسائل اللي خصك تكون، خصها تكون مثلا خصها توجد لك الماء السخان شي حاجه ما تاكل، يعني تهلا فيك، يعني تهلا فيك مع الدخله، ماشي تقول لك فيك انت كذا كذا، هي ما عرفتك حتى كنت واش بغيت خدام واش بغيت في الحاج واش الله اعلم، ما عرفتكش فين كنت كيفاش قلتي العمل ديالك واش شقيتي فيه واش ما شقيتيش فيه، هما ما كيضربوش الحساب. كتعرف غير البوطا خوات في الشكاره الثان خوات، انت انا عارف ملي تهضر على حقك كتكون كتقول لك طلقني، الا ما عجبكش الحال طلقني. يعني رجع الطلاق ساهل واحد الدرجه ما كتصورش بزاف بزاف بزاف، وجبروها كتسلك
جبروها فهمتي تعمل العواول ولا ما تعملهمش. ملي كتطلق الراجل صافي كتبقى عندها الحريه ديالها تعمل اللي بغات وصافي. خصهم هما يحلوا الطريق بشي راجل اولا نص راجل ولا كما كان النوع ديالها. يعني المهم الهدف ديالها غير تزوج وتطلق وتجبر الحريه ديالها. تجبر الحريه ديالها باش تخدم وتبقى تعمر بسطام وتبقى تشري التليفون زواري حتى هي. وما كرهتش الطونوبيل وبزاف الحاجات الله يسهل على كل واحد. انا ماشي كنحزو شي واحد مية ماشي هادشي. ولكن تزوجت واحد الراجل وقبلت عليه النهار الاول صافي تموت معاه حتى القبر. ما تموتش معاه حتى القبر ما تزوجش به من الديبار. داكشي اللي كان هذا الوقت هذا اللي كنشوفو دابا ما شاء الله صافي. والله هادي ما خايدك بنات الناس باقي الحمد لله عمرهم موجودين بنات الناس. انا بيدي عيني في وحده هادي عيني في وحده هربات اللي بقيتي شفت. ايوا الله يسهل عليك ما صعب الله يرزقك شي بنت الناس. امين. واحده كان كنحلم بها صافي هادي اللي عندي غنمشي ندير القاضي ان شاء الله. وشكرا بس شكرا شكرا. وهي اللي بغات هادشي هذا ماشي انا. شي نصيحه اخي محمد للشباب اللي مقبلين على الشباب؟ يبقى يختار مزيان عاد يتزوج ويسقسي مزيان ما يزربش لا والو. وما كاينش ديك عام عامين قال لك نخرجوا نعملوا لا والو. كيشوفها غير من بعد ما يهضر معاها ما تهضر معاه تعرف بنت الناس حق المعرفه. وتوكل على الله. الانسان يتوكل على الله ويجيب باباه ويماه ويجيب جوج من الحاجه ويجيب. اللهم يسر اخي محمد. الله شكرا. شكرا العفو. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.